بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنبدأ مع بعض سلسلة حل المحافظات لسنة تانية اعدادي الترم التاني علوم، ويلا بينا كده نبدأ سنة تانية بمحافظة القاهرة، ادارة حلوان التعليمية توجيه العلوم. وقبل ما نبدأ عاوز منك طلب، وعاوز منك طلب، اضغطوا بس زرار اللايك للفيديو علشان ينتشر لأكبر عدد من زمايلكم والكل يستفاد، ويلا بينا نبدأ. بسم الله. رقم واحد، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم واحد، الحركة الدورية التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع السكون. طالما قالك حركة دورية وبيحدثها على جانبي موضع السكون يبقى وانت مغمض ديت الحركة الاهتزازية. طيب اكتب الإجابة يا مستر. حاضر، نكتب الإجابة. يلا بينا كده. يبقى أنت عندك هي الحركة الدورية اللي بيحدثها الجسم على جانبي موضع السكون، هتكتب له هنا الحركة الاهتزازية. تمام. قدرة الوسط الشفاف على كسر الأشعة الضوئية. قدرة الوسط إن هو يكسر الأشعة الضوئية، يبقى دي على طول وأنت مغمض ديت اسمها الكثافة الضوئية للوسط. الكثافة الضوئية لإيه؟ للوسط. تمام. طب رقم تلاتة، أحد أجزاء الزهرة يعمل على حماية أجزائها الداخلية قبل تفتحها، وتعرف أوراقه باسم السبلات. طيب اللي اسمه سبلات يبقى على طول ده اسمه الكأس. كأس أوراق اسمها سبلات أو سبلات. طيب عندي بعد كده رقم أربعة، الاضطراب الذي تهتز في جزيئات الوسط عمودي على اتجاه انتشار الموجة، يبقى على طول ده تعريف الموجة المستعرضة، دي اللي بتهتز فيها جزيئات الوسط عمودي على اتجاه انتشار الموجة. طيب عندي بعد كده رقم بيجي يقول لك ادرس الأشكال التالية ثم أجب. رقم واحد، مديك صورة أسد أهو، بيقول لك لماذا يوصف صوت هذا الحيوان بأنه غليظ؟ هتقوله لأن تردد صوته أو درجة صوته أقل، ماشي، أو التردد بتاعه أقل. تمام. وكل ما قل التردد اللي يحصل تزيد غلظة الصوت وتقل حدة الصوت. يبقى لماذا يوصف صوت هذا الحيوان بأنه غليظ؟ هتقوله لأن درجة صوته اللي هي تردد صوته يعني أقل. خلاص كده. طيب عندك بعد كده رقم اتنين، ما جنس هذه الزهرة؟ انت عندك الزهرة دي لو جيت ابص فيها هتلاقي فيها اربع محيطات زهرية، الكأس وبعدين التويج وبعدين عندك الطلع وبعدين عندك المتع، يبقى فيها الاربعة، يبقى على طول دي جنسها تبقى هنقول له زهرة خنسة، يبقى خنسة. خلاص كده. طيب عندي بعد كده، طيب عندي بعد كده رقم تلاتة، يجي يقول لك احسب سرعة انتشار الموجة، ويجي يديك مسألة زي دي. طب انا عشان اجيب سرعة الانتشار يا مستر، انت محتاج عشان تجيب سرعة الانتشار، ركز معايا كده، هنحلها مع بعض المسألة دي. تعالى كده، القانون بتاع سرعة الانتشار هو عين بتساوي ت في لام، يبقى لازم يبقى عندي ت ولازم يبقى عندي لام، لازم اجيبه. لام اجيبه على طول اهو سهل، هو مديني مسافة وانا اقدر اجيب عدد الموجات، يبقى سهل. يبقى احنا هنجيب لام الاول اهي، بتساوي المسافة التي تقطعها الموجات على عدد الموجات. المسافة مديها لي بعشرة، على عدد الموجات دي كام؟ ركز، هو بادئ منين في الموجة؟ عد صح. يبقى من القمة للقمة دي واحدة، ومن القمة للقمة دي اتنين، يبقى عدد الموجات اتنين. عشرة على اتنين فيها كام؟ فيها الخمس، وحدة قياس الطول متر، يبقى خمسة متر. طيب كده انا جبت اول طلب، فاضل لي ت. هنا ابص على المسألة مديني زمن نص موجة، الموجة بتبقى قمة وقاع، هو مديني قمة بس يعني نص موجة، هي مديها لي باتنين من عشرة، يبقى القاع برضه هيبقى عامل اتنين من عشرة، يبقى الموجة على بعضها تبقى عاملة كام؟ أربعة. يبقى إذا هيبقى هنا الزمن الدوري هنقول له اتنين في اتنين من عشرة اللي هو هيديك أربعة من عشرة ثانية. طب كده أنا جبت الزمن، محتاج أجيب التردد بقى اللي هو طالبه، يبقى التردد بيساوي واحد على الزمن اللي هو واحد على أربعة من عشرة. اقسم لي كده واحد على أربعة من عشرة اللي هو هيديك اتنين ونص هرتز. اتنين ونص، يبقى التردد انا جبته اهو اتنين ونص هرتز. يلا عوض بقى في القانون، يبقى عين هتساوي ت بكام؟ احنا لسه جايبين اهو اتنين ونص، في قابلتني بحطها لام بكام اهو؟ خمسة. يبقى عين هتساوي اضرب كده اتنين ونص في خمسة اللي هو هيديك اتناشر ونص، وحدة قياس السرعة متر على الثانية، اوعى تنسى. ماشي، بس كده المسألة اتحل. طب يلا عندي بعد كده يقول لك ما قيمة زاوية الانعكاس. هنا طبعا الشعاع سقط عمودي على السطح العاكس، طالما سقط عمودي يعني سقط بزاوية 90
يبقى اوتوماتيك هنا عمود، يعني معناه هنا زاوية السقوط والانعكاس بصفر، يبقى هنا زاوية الانعكاس والسقوط بتساوي ايه؟ صفر. طيب عندك رقم جيم، اذكر السبب العلمي نرى البرق قبل سماع صوت الرعد رغم حدوثهما في وقت واحد. هتقول لأن البرق موجات كهرومغناطيسية، والرعد موجات نيكية، وسرعة الموجات الكهرومغناطيسية أكبر من سرعة الموجات الميكانيكية في الهواء. طب رقم 2، يقول لك استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة. رقم 1، موجات الضوء المرئي، موجات الماء، موجات الراديو، موجات الميكروويف. يبقى الكلمة الغريبة هنا هتبقى ايه؟ هتبقى موجات الماء، والباقي ده الضوء والراديو والميكروويف ديت موجات كهرومغناطيسية، أما موجات الماء دي كانت موجات ميكانيكية. طب عندي بعد كده رقم 2، تفتيت حصوات الكلى، اكتشاف الألغام الأرضية، تعقيم المواد الغذائية، تحليل الضوء الأبيض. يبقى تبقى تحليل الضوء الأبيض، والباقي ده هتقوله استخدامات الأشعة أو الاستخدامات الموجات فوق السمعية، الموجات فوق الإيه؟ السمعية. طب عندي بعد كده رقم 3، الزيتون، البازلاء، الفول، البطيخ. يبقى الزيتون فيه بذرة واحدة، البازلاء فيها أكتر من بذرة، الفول فيه أكتر من بذرة، البطيخ فيه أكتر من بذرة، يبقى إذا الزيتون هو الكلمة الغريبة، والباقي دي نباتات لها مبيض يحتوي على العديد من البويضات. ماشي. رقم 4، الحويصلتان المنويتان، غدة البروستاتا، غدة البنكرياس، غدتا كوبر. عندك الحويصلتان المنويتان والبروستاتا وكوبر، دي بنسميها الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري، يبقى اذا الكلمة الغريبة هتبقى غدة البنكرياس. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده رقم بيجي يقول لك اكمل العبارات الاتية. في الشكل المقابل للزمن الدوري بيساوي نقط ثانية، هو هنا مديني زمن ساعة اهتزاز واحدة يبقى 5 ثانية، الاهتزاز الكاملة فيها 4 ساعات اهتزاز، يبقى اضرب الخمسة دي في الأربعة، يبقى الخمسة في أربعة يديك 20 ثانية، يبقى 20 ثانية. رقم 2، طاقة فوتون الضوء البنفسجي نقط طاقة فوتون الضوء الأحمر الضوء الأخضر. أنت عندك الأحمر بيكون أكبرهم طول موجي وأقلهم تردد، وطاقة الفوتون بتتناسب طردي مع التردد، يعني كل ما زاد التردد تزيد طاقة الفوتون، وأنا نازل من فوق لتحت بيزيد التردد ماشي وبيقل الطول، فهنا البنفسجي هيكون هو أكبرهم تردد، فيبقى هو أكبرهم طاقة فوتون، يبقى طاقة فوتون الضوء البنفسجي هنقول له أكبر من طاقة فوتون الضوء الأخضر. رقم 3، تتكاثر البطاطس والبطاطا لا جنسيا يعني خضريا بإيه؟ قال لك بالدرنات. ماشي. والبطاطس خليك فاكر ان هي ساق ارضي والبطاطا جذر عرضي. رقم 4، عندما تزداد المسافة بين مصدر الصوت والاذن للضعف فان شدة الصوت. انت عندك العلاقة بين المسافة وشدة الصوت علاقة عكسية تبع للقانون التربيع العكسي في الصوت. خلاص كده اللي هو قال لك تتناسب شدة الصوت عند نقطة ما تناسبا عكسيا مع مربع بعد هذه النقطة عن مصدر الصوت، فيبقى لو زادت المسافة للضعف يبقى شدة الصوت هتقل للربع، لان 1 على 2 في 2 اللي هو يديك ربع. طب عندي بعد كده رقم جيم يقول لك جسم مهتز يصنع 240 اهتزازه كامله في دقيقه، احسب تردده بالميجا هرتز. طب سهل، يلا كده نحل المساله مع بعض. هو هنا قال لي عدد الاهتزازات يا مستر، يبقى هنا مديني عدد الاهتزازات، مديها لي 240 اهتزازه، بتلخص كده مسالتك بالراحه. طيب هنا مديك الزمن، مديهولي 1 دقيقه اللي هو كام يعني بتحوله على طول لثانيه، يبقى 60 ثانيه. هو عايز التردد. طب انت عندك قانون التردد، او التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني. ما كنتش حافظ القوانين نرجع احفظها تاني، بيساوي عدد الاهتزازات مديهالي 240 على الزمن بالثواني 60، اقسم لي كده طير صفر قبال صفر، اتفضل 24 على 6، الاربعة في 6 ب24، يبقى فيها الاربعة، واحدة قياس التردد هرتز، يبقى ادينا 4 هرتز. طيب هو بقى مش عايزه بالهرتز، هو عايزه بالميجا هرتز، خلي بالك. يبقى انا هحول من الهرتز للميجا هرتز، يبقى تروح جاي من الصغير للكبير بنضرب في 10 أس سالب 6، 10 أس سالب إيه 6، يبقى ميجا هرتز، يبقى فيها 10، يبقى يساوي 4 في 10 أس سالب 6 ميجا ايه؟ ميجا هرتز. طيب عندي بعد كده يقول لك رقم 3، اختر الإجابة الصحيحة. إذا كانت المسافة في الموجة الطولية بين التضغط الثالث والتضغط السابع 12 سنتيمتر، طيب فإن طول الموجات سهلة، أنت هنا بقى عايز طول الموج يبقى المسافة اللي بتقطعها الموجات على عدد الموجات. المسافة هو مدينك مسافة 12، عدد الموجات بعرفهم إزاي؟ اطرح يا باشا، طالما لقيتهم متشابهين تضغط مع تضغط أو تخلخل مع تخلخل بتطرح، يبقى 7.
ناقص 3 يديك كام؟ يديك 4. يبقى اقسم بعد كده بقى المسافة على عدد الموجات ده، يبقى هنقول له 12 على الأربعة فيها كام؟ هيديك فيها 3. وصلت؟ يبقى هنا قال لك الأول هتجيب عدد الموجات، بجيبه ازاي؟ أهو من البيانات دي، تضغط تالت لتضغط سابع، اطرح. يبقى 7 ناقص 3 كام؟ 7 ناقص 3 يديك 4. يبقى كده أنا جبت عدد الموجات بأربع موجات، وهو هنا مديني مسافة. اقسم المسافة على عدد الموجات، لأن ده قانون، أنت عندك الطول الموجي بيساوي المسافة على عدد الموجات. المسافة 12 على عدد الموجات، احنا طرحنا 7 ناقص 3 ادانا 4، يبقى 12 على 4 فيها كام؟ فيها 3. عندي بعد كده رقم 2، إذا كانت زاوية سقوط شعاع ضوئي في الهواء تساوي 40، فمن الممكن أن تكون زاوية انكساره في الماء تساوي، طبعا احنا عارفين إن زاوية الانكسار أقل من زاوية السقوط دائما، فيبقى هنا هتجيب رقم أقل من 40، إلا أقل من 40 هيبقى 29. طب عندك بعد كده رقم 3، بعد إتمام عملية الإخصاب في النبات ينمو المبيض مكونا، مبيض قلنا بيكون ثمرة، يبقى الثمرة. رقم 4، يقاس مستوى شدة الصوت. خلي بالك قال لك مستوى شدة الصوت، هو لو قال لك شدة الصوت بس وشال كلمة مستوى يبقى هنا هتقول له وات على المتر مربع، أما مستوى شدة الصوت اللي هي نفسها شدة الضوضاء يبقى دي هنسميها ديسيبل. طيب عندك بعد كده اختر من العمود بما يناسب العمود A الطاقة. طبعا الطاقة دي بتنتقل بين جزيئات الوسط عن طريق الموجة، يبقى الموجة بتنقل الطاقة، يبقى رقم 5. رقم 2، 50 هرتز. الخمسين دي تردد موجة صوتية لا يسمعها الإنسان، ولا تردد موجة صوتية يسمعها الإنسان؟ أيوة، يبقى الـ50 هرتز دي تردد موجة صوتية يسمعها الإنسان، لأن الإنسان بيسمع من 20 هرتز لـ20,000 هرتز، اللي هو 20 كيلو هرتز يعني. يبقى الـ50 دي واقعة ما بينهم، يبقى إذا دي يسمعها الإنسان، يبقى إذا رقم 4. رقم 3، ورقة شجر. ورقة الشجر ديت ينعكس عليها الضوء انعكاس غير منتظم. رقم 4، المبيض. المبيض بيفرز هرمون البروجسترون. طب عندي بعد كده رقم ج، بيجي يقول لك ماذا يحدث عند ربط جزء من نبات الخوخ كطعم فوق نبات المشمش كأصل؟ هنقول له يتغذى الخوخ اللي هو الطعم على عصارة المشمش اللي هو الأصل، وينتج نبات الخوخ. يبقى ينتج نبات ايه؟ الخوخ. يبقى لأن الثمرة بتبقى من نفس نوع الطعم. طب عندي بعد كده رقم 4، ضع علامة صح أم خطأ مع التصويب. الاهتزازة الكاملة تحتوي على 4 ساعات اهتزاز صح. رقم 2، النغمات الأساسية أقل في الشدة من النغمات التوافقية. لا هي غلط، هي النغمة التوافقية لو جينا نعرفها تقول له هي نغمة مصاحبة للنغمة الأساسية، تكون أعلى منها درجة يعني تردد وأقل منها شد، يعني النغمة التوافقية تكون أقل في الشدة من الأساسية، مش الأساسية هي اللي أقل من التوافقية، يبقى دي غلط. طيب عندك بعد كده رقم 3، تنتج الأزهار هوائية التلقيح أعدادها إلى من حبوب اللقاح لتعويض ما يفقد منها في الجو، صح. رقم 4، معامل الانكسار المطلق لأي وسط شفاف دائما أقل من الواحد الصحيح، غلط، هو أكبر من الواحد الصحيح. رقم ب، يجي يقول لك صوب ما تحتوي خط القاع في الموجة المستعرضة يقابله، طبعا القاع بيقابله تخلخل، يبقى تخلخل في الموجة الطولية. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده رقم 2، ينفذ الضوء خلال الوسط، هنقول له الشفاف. رقم 3، تفرز الخصية هرمون الذكورة اللي هو التستوستيرون. التستوستيرون اهو اللي مش عارف يكتبه اسمه التستوستيرون، اهو بينكتب كده التستو ستيرون. طيب عندي بعد كده رقم 4، في الانعكاس المنتظم للضوء زاوية السقوط. في الانعكاس المنتظم بتكون زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. رقم ج، الشكل المقابل يوضح اهم مراحل التكاثر في الانسان، اشرح باختصار ما يتم في هذه العمليه. طبعا دي اسمها عمليه الاخصاب. ايه اللي بيحصل؟ هنقول له عند حدوث عمليه الاخصاب، هنقول له فان اعدادها الى من الحيوانات المنويه تهاجم البويضه عند بدايه قناه فالو. وبعدين ايه اللي يحصل؟ هنقول له يستطيع حيوان منوي واحد اختراق البويضه. طبعا الحيوانات المنويه دي بتفرز انزيمات، خلاص، يبقى تفرز الحيوانات المنويه انزيمات خاصه، ماشي، عشان تعمل على تحليل الجدار المغلف للخلية اللي هو الجدار المتماسك ده. يستطيع حيوان منوي واحد أن يخترق هذا الجدار، خلاص، ثم تحيط الخلية نفسها أو البويضة نفسها بغلاف يمنع دخول أي حيوان منوي آخر، خلاص، ثم تندمج نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة لتكوين الزيجوت. بس كده، يبقى دي كده ده اللي بيتم في عملية الإخصاب اللي هي قدامنا دي.
طيب كده بتكون المحافظة اتحلت، استنونا في حل باقي المحافظات. كان معكم مستر إبراهيم السيد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.